بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطلبات العلوم الصحية جامعة الملك خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على الترانسكريبشن. الترانسكريبشن زي ما قلت قبل كده هو عملية تحويل الـ DNA، جزء من الـ DNA إلى رسالة على هيئة mRNA. يبقى DNA give mRNA. This is called transcription. Transcription. During transcription, one DNA strand serves as a template for mRNA. زي ما قلت قبل كده أنا عندي 3 برايم 5 برايم وفي 5 برايم 3 برايم، دول اللي هو DNA. لما تيجي تعمل عملية transcription used both strands؟ No, I use only one strand. يبقى الوقت أنا بستخدم على طول اللي one strand and this serves as a template، هو ده الهيكل اللي بتبني عليه ال mRNA، ودايما بستخدم 3 prime 5 prime. And we have a enzyme called RNA polymerase. This RNA polymerase joins the nucleotides together. لكن وانا بتكلم على DNA replication قلت ان في DNA polymerase. انا بعمل transcription بستخدم ال RNA polymerase عشان يربط القواعد مع بعضها. The triplet code of DNA transcribes، تتنسخ على طول وتديك a codon. يبقى الكود تدي كودون، الكود في DNA تدي كودون في mRNA. طيب الترانسكريبشن تحصل ازاي؟ عندك ترانسكريبشن يعني producing a production of mRNA using DNA as a template occurred in the nucleus. طبعا لازم تحدث في النواة. DNA chain separates، لو عندي شريطين بقوا بالشكل ده، الشكل ده يبقى هيليكس مع بعض حلزون، لازم يحصل له ايه؟ separates. And both of them act as a template? No. Only one strand act as a template. ودائما زي ما قلنا بيبقى الـ 3 prime 5 prime. One DNA chain is used as a template to produce the RNA strand اللي هو المسنجر RNA. And the basis complement to each other، يعني لو عندك T بيجي لها A G C C G A U D C and so on. RNA polymerase joins the nucleotides together to form the mRNA strand. RNA chain is released، يطلع خلاص بعد عملية الترانسكريبشن يطلع ال mRNA. بعد كده يحصل reform the double helix again، يبقى تاني يحصل تاني ال الDNA يرجع تاني يبقى هيليكس حلزون وازدواج على بعض. During the transcription mRNA is formed when nucleotides complementary to the sequence or bases in a portion of DNA. اللي احنا قلنا portion of DNA معناه الجين. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي 3 prime 5 prime، الجزء ده محدد اهو، ده اللي يحصل له transcription، يبقى ده عبارة عن جين. لما دي القواعد اللي هي ال complement to the A و T and so on، يحصل لها عملية joining together. يبقى في الحالة دي أنا بقى عندي الـ mRNA، الكود في DNA تديك على طول كودون في الـ mRNA. Transcription requires، يبقى محتاج إيه؟ Enzymes طبعا، إنزيم زي الـ RNA polymerase that adds the nucleotides، اللي هي بتضيف الـ nucleotide، ودايما الـ nucleotides بتضاف from 5 prime to 3 prime، يعني باتجاهه من 5 إلى 3 في الـ mRNA. وبالتالي أنا زي ما قلت إحنا عندنا هنستخدم في الـ DNA بستخدم إيه؟ 3 prime 5 prime. يبقى الـ addition بتاع الناتج ده اللي هو الـ mRNA الناتج ده دايما على طول بيبدأ منين؟ من 5 prime 3 prime. يبقى أنا دايما أضيف القواعد المكملة مع بعضها من 5 prime لـ 3 prime في الـ mRNA. طبعا محتاج النيوكليوتايدز اللي هي الـ A والـ U والـ C والـ G، محتاج طبعا طاقة، وبالتالي يبقى أنا كده قدرت أكون الـ mRNA. يبقى أنا عندي الوقت ده DNA عبارة عن بوس ستراندس اللي هو 3 برايم 5 برايم والـ 5 برايم 3 برايم. Only one strand act as a template. 5 برايم 3 برايم؟ No. But we have 3 prime and 5 prime which act a DNA template. Upon of these you can have the mRNA which is complement to 3 prime 5 prime. So I have 5 prime 3 prime of the mRNA. زي ما قلنا ده السنس والانتسنس، بنعمل ترانسكريبشن على طول للانتسنس، يبقى يديك اللي 5 prime 3 prime اللي هو ال mRNA، يحصل ترانسكريبشن للانتسنس ده ويديك الترانس
ترانسليشن، وديك طبعا البيبتايد او الامينو اسيد او البروتين تشين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.